الأستاذة الدكتورة نشوى أيوب رئيس قطاع التعليم مؤسسة مصر الخير، الأستاذ باسم عياد رئيس قطاع التسويق بشركة يونيليفر، الأستاذ محمد أمين مدير عام قطاع الموارد البشرية بشركة يونيليفر، الدكتور عماد الوسيمي مدير عام التعليم بوزارة التربية والتعليم نائب عن سيادة وزير التعليم رئيس قطاع التعليم العام، تمام، نائب عن سيادة الوزير، الدكتور خالد فصيح الرئيس التنفيذي للتواصل وتنمية الموارد وممثل فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس الأمناء مؤسسة مصر الخير، المهندس أشرف بكري الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر. في البداية برحب بوجود معنا الأستاذ هشام سليم رئيس السياسات بالعلاقات الاقتصادية بالسفارة الهولندية نائبا عن سيادة السفير الهولندي، والأستاذة وفاء سعد المستشار التجاري الأول للسفارة البريطانية بالقاهرة، الأستاذة شهيرة عبد الرازق ممثل وزير التطوير الحضاري والعشوائيات، سعادة نيفين بدر الدين رئيس قطاع التمويل بالصندوق الاجتماعي بمجلس الوزراء، بنرحب بكم. السادة الحضور، أهلا بكم في إطلاق المرحلة الثانية من حملة لايف بوي للعناية الصحية وغسل الأيدي لأكثر من 1,000,000 تلميذ في مصر مع نهاية عام 2015 وتطوير وبناء المدارس بصعيد مصر. إن احتفالنا اليوم لإعلان الشراكة بين مؤسسة يونيليفر مشرق واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال التصنيع الغذائي ومنتجات العناية المنزلية والشخصية وتستثمر في مصر منذ 30 عاما، ومؤسسة مصر الخير أحد أكبر المؤسسات الأهلية والعمل المدني والاجتماعي في مصر بكل تأكيد، والتي تصل خدماتها إلى 7,000,000 مواطن مصري كل عام. إن الحملة التي نحتفل بإطلاقها اليوم من خلال الشراكة مع مؤسسة مصر الخير هي تستهدف الوصول إلى 1,000,000 تلميذ مع نهاية العام من خلال برامج وأنشطة واضحة لتوعية طلاب المدارس وأسرهم بأهمية العناية الشخصية والنظافة وغسل الأيدي لحماية أطفال مصر من تداعيات الأمراض الخطيرة والوفاة وتشجيع العناية الشخصية للأطفال، خاصة أن 80% من الأمراض التي تصيب الأطفال سببها نقص المياه وعدم غسل الأيدي، وأن هناك 7,000,000 طفل يموتون سنويا من أجل هذا السبب. ولهذا فإننا اليوم نجتمع لنشهد ما نحلم به كلنا لمصرنا الحبيبة في الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الكبرى ومجتمع المال والأعمال وكذلك الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الصحية المساعدة، وهو المثلث الذي يستطيع أن يقود التنمية المجتمعية في مصر في المرحلة الحالية. إنني لا أريد أن أطيل على سيادتكم وأدعو زميلي الأستاذ منير الجزائري مدير عام التسويق للترحيب بكم. السلام عليكم. أحب أرحب بالسادة الممثلين للهيئات الحكومية الوزارات، وزارة التربية والتعليم، وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، وصندوق اجتماعي، وممثلي السفارات. هدفنا من الحملة من سنة 2012 أن احنا نوعي لحد 2016 5,000,000 طالب، بنوعيهم بأهمية غسل الإيدين حفاظا على صحتهم وحفاظا على مستقبلهم، ولوجود نسب أقل من الغياب في المدارس فيبقى يؤدي إلى تعليم أحسن وتوعية أحسن. دي المرحلة الثانية مع مؤسسة مصر الخير للوصول إلى 1,000,000 تلميذ خلال 2015 ومساهمة في بناء مدارس محافظة الصعيد، وده أكد دور اجتماعي تقوم به يونيليفر تنمية المجتمع وأهمية العناية الصحية للأطفال وأسرهم. شكرا. شكرا أستاذ منير. ندعو الدكتورة نشوى أيوب رئيس قطاع التعليم مؤسسة مصر الخير لإلقاء كلمة مصر الخير. تفضل. السلام عليكم. طبعا أنا بحيي الحضور وزارة التربية والتعليم والممثلين عنها، متشكرين جدا لحضوركم. طبعا شركة يونيليفر وكل السادة الحضور، شكرا جزيلا لتشريفكم لينا النهاردة. الحقيقة أنا اللي أنا عايزة أقوله مش عايزة أطول عليكم برضو، إحنا لما بدأنا فكرة المشروع إن إحنا نساعد في توعية الولاد أهمية غسيل الإيد، أول فكرة جات لنا إيه ده؟ الموضوع ده مش تبعنا قوي، إحنا ما بنهتمش بكده قوي، إحنا بنهتم نبني مدارس، نتيح تعليم، نحسن جودة التعليم. بس اكتشفنا إن الموضوع مهم جدا، لأن واحدة من الحاجات اللي بتخلي التعليم مش جيد، ما مش كفاءته عالية، الولاد ما بيروحوش المدرسة.
واحيان كتير هما بيروحوش المدرسه عشان الاسباب اللي حضراتكم كلها عارفينها، بجانب ان الولاد ساعات بيعيوا وساعات صحتهم بتبقى سيئه. كم الامراض لما اداره الصحه عندنا نزلت عملت تحليل للاولاد المدارس طلع كم المشاكل الصحيه الموجوده عندهم يعني هايله جدا كبيره جدا. عشان كده قلنا لا، هو بشكل ما وبشكل اساسي هو ده واحده من توجهاتنا الاساسيه، ان احنا نرفع وعي الاولاد ونرفع وعي اولياء الامور باهميه النظافه الشخصيه، لان الحقيقه اهميه النظافه الشخصيه في الوقت ده وخصوصا في المناطق اللي احنا شغالين فيها اللي هي الكرة ونجوع مصر وصعيد مصر، يمكن تكون فعلا محتاجه دعم من المجتمع المدني ان هو يشتغل عليها شويه. المشروع اللي احنا بنشتغل عليه هو مدته صغيرة، احنا بنتكلم من 5 لـ 6 شهور. الخمس ست شهور دول متوقع اللي احنا نوصل لـ300,000 طالب، مستهدفين الطلاب اللي في صعيد مصر يعني في 8 محافظات الصعيد من اول فيوم بقى لحد اسوان. بنركز جدا على طلبة المدارس الابتدائي وطلبة المدارس التعليم المجتمعي، ولان دول اكتر ولاد نقدر نوصل لهم ونقدر نوصل للتوعية معاهم. المشروع كمان بيهتم بتوعية الأهالي وأولياء الأمور والإدارة المدرسية. الحقيقة أنا بشكر لايف بوي لأن اهتم فعلا بواحدة من المشروعات اللي هو بيهتم بيها إن هو يوجه عنايته ويبص للمجتمع الصعيد والكرة، لأن الحقيقة ناس كتير وشركات كبيرة ما بيبصوش لده. احيانا للاسف الشركات بتبص للقاهره واسكندريه الحاجات اللي هتبان فيها. فالحقيقه بنشكركم مره ثانيه، شكرا لكل وزاره التربيه والتعليم دكتور عماد على تشريفه لي النهارده، شكرا جزيلا. نستسمحكم ونشوف فيلم قصير عن التعاون بين لايف بوي ومؤسسه مصر الخير في المرحله الاولى من مشروع غسل الايدي.
أنا بحب أرحب بكم بالنيابة عن شركة يونيليفر وعن مؤسسة مصر الخير، برحب بكل الحضور. وبالنسبة لنا في شركة يونيليفر، برنامج التوعية بغسيل الإيدين ده واحد من أهم البرامج اللي احنا بنعملها في المجتمع المصري وفي مجتمعات تانية كتير، لأن احنا هدفنا في شركة يونيليفر احنا بنبص لتنمية الإنسان أو تنمية المجتمعات اللي احنا بنشتغل فيها، على انها مش جزء فرعي من شغلنا بنعمله بالاضافة الى شغلنا. في الحقيقة احنا بنبصلها على ان ده صلب المسؤولية بتاعتنا كشركة، والطريقة الوحيدة اللي احنا نحقق بيها نمو اعمالنا بشكل مستدام، لان احنا شايفين ان البرامج بتاعت التوعية هي واجب علينا وحق للمجتمعات اللي احنا بنعمل فيها، وهدفنا ان احنا نوصل لمستوى اعلى من التوعية الصحية، مستوى اعلى من غرس العادات السليمة في الاطفال وفي كل المواطنين في المجتمعات اللي احنا بنعمل فيها. في الحقيقة برنامج غسيل الايدين بتاع لايف بوي ابتدى من 2012، يعني بقاله حوالي 3-4 سنين، وصلنا لحوالي 4 مليون طفل. بس نقلة نوعية في البرنامج ده كان التعاون مع مؤسسة مصر الخير اللي ابتدى في أواخر السنة اللي فاتت، وابتدينا فعلا وصلنا معاهم لحوالي 500,000 طفل. النقلة النوعية كانت ان مؤسسة مصر الخير ساعدتنا ان احنا نوصل للقرى والنجوع في الصعيد اللي هي احنا كشركة ما كناش قادرين نوصل لها ببرامج التوعية بتاعتنا بشكل مكثف. فاحنا هدفنا ان احنا نوصل برسالة ان غسيل الايدين 5 مرات في اليوم فعلا بيقي من الامراض. للأسف احنا عملنا بحث حديث جدا، للأسف في المتوسط المصريين بيغسلوا ايديهم بس 2 مرات في اليوم. ده معناه ان في ناس بتاكل من غير ما تغسل ايديها، في ناس بتستعمل دورة المية من غير ما تغسل ايديها. وغسيل الايدين مع انه حاجة بسيطة جدا ما بتكلفش حاجة تقريبا، الا انه بيقي فعلا من امراض كتيرة، بيقي من الاسهال، بيقلل تعرض الطفل للاسهال بشكل كبير، بيقي من الانفلونزا. واحنا مش هنعرف نقول للاطفال، يعني انا عندي ولاد ما اعرفش اقول لولادي ما يلعبوش، فلازم هيلعب وهيخش او في المدرسه وهيخش وياكل ومن غير ما يغسل ايديه، وده بيخليه يجي له اسهال. لو احنا وصلنا لان احنا نغرس العاده دي في الطفل من وهو صغير، يغسل ايديه 5 مرات، ما ياكلش من غير ما يغسل ايديه، يغسل ايديه بعد الاكل، يغسل ايديه بعد استعمال دوره المياه، هنعمل فرق حقيقي في المجتمع.
البرامج اللي زي دي ما بتديش عائد ملموس على البيع من اول سنة او من تاني سنة او من تالت سنة، لكن هي بالنسبة لنا استثمار في مستقبل احسن للبلاد اللي احنا بنشتغل فيها، مستقبل احسن لاطفالنا. وانا في الحقيقة سعيد جدا بالبرنامج ده، لان هو مش بس ادينا فرصة ان احنا نوصل للاطفال في الصعيد، كمان ورانا قد ايه الاطفال المصريين عندهم روح جذابة، عندهم قدرة مذهلة على الابتكار، وعندهم روح فنية عالية جدا. احنا واحدة من الحاجات اللي انا سعيد بيها جدا ان انا عندي في مكتبي حوالي 5000 رسمة عن غسيل الايدين رسمها اطفال في ابتدائي، بتوري ان في مصر فيها فنانين كتير ممكن يبقوا فنانين كتير لو ادينا لهم الفرصة. احنا بنعمل حاجة في رأيي مهمة، حاجة احنا بنفخر بيها جدا، ان احنا بنحاول نغرس العادات الصحية عند الاطفال المصريين، وهدفنا ان شاء الله نوصل لخمسة مليون طفل، وبالتعاون مع مصر الخير يبقى مليون منهم في قرى ونجوع الصعيد، لان هي دي المنطقة اللي محتاجة اكتر المجهود، ومحتاجة اكتر ان الشركات بالتعاون مع المؤسسات الخيرية وبالتعاون مع الحكومة الممثلة في وزارة التربية والتعليم وفي وزارة الصحة في برامج تانية. الحقيقة المثلث المثالي في رأيي اللي هو قطاع الأعمال مع المؤسسات المجتمع المدني ذات الثقل واللي عندها يعني طريقة للوصول لعدد كبير من المصريين، بالإضافة للدعم الغير مسبوق في الحقيقة من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعليم التربية والتعليم، اللي أتاحوا لنا الوصول للمدارس، ادولنا من وقت الطلبة جزء عشان نعمل فيه برامج التوعية دي. والحاجة اللي أنا كنت سعيد بيها جدا هو قد إيه الحماس اللي أنا شفته من كل الجهات، سواء عندنا في الشركة أو في مصر الخير أو في وزارة التربية والتعليم أو في وزارة الصحة أو في الهيئة العامة للتأمين الصحي. لما بنطلب منهم حاجة الناس بتبقى متحمسة جدا لهذه البرامج. حتى مصر يعني الدكتورة نشوى كانت بتتكلم على ان ده مش حاجة مصر الخير بتعملها في العادي، بس لقوا ان يعني غيروا شوية من الطريقة العادية اللي بيعملوا بيها البرامج بتاعتهم علشان يوصلوا بالرسالة دي للأطفال المصريين. انا بشكركم تاني على الحضور، وبتمنى ان احنا ان شاء الله نكمل البرنامج ده، واتمنى نوصل لعشرة مليون طفل كلهم يبقون في الصعيد وفي الدلتا. اتمنى ان شاء الله مع كل برنامج توعية بنعمله نلاقي الاطفال المصريين صحتهم احسن ونساعدهم على الابتكار والابداع. شكرا. شكرا استاذ باسم على الكلمة الجميلة والواضحة للاهداف العظيمة للمشروع للوصول لخمسة مليون تلميذ في مصر، منهم مليون تلميذ في الصعيد. ارحب بالدكتور خالد فصيح الرئيس التنفيذي للتواصل وتنمية الموارد بمؤسسة مصر خير، ممثلا عن الدكتور عن فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر خير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هعمل زي الباقيين، انا هطول عليكم. انا انضميت لمؤسسة مصر خير سنة 2011 على اساس ان الواحد يبتدي يدي جزء من اللي اتعلمه لبلده، كانت فترة حرجة من تاريخ بلدنا يعني، وعلى اساس كمان ان الواحد يبتدي ينقل الخبرات الكتيرة اللي الواحد اتعلمها في الشركات الاجنبية في مصر خير. الكلام ده حصل لغاية ما الدكتورة نشوى يوم قالت لي انا رايحة سوهاج تعالى معايا. كنا رايحين نفتتح ثلاث مدارس إعدادية، وهناك شفنا مدارس الإعدادية وشفنا مدرسة مجتمع. الحقيقة أنا ساعتها أقدر أقول إن أنا يعني حياتي اتغيرت في 360 درجة. ابتديت أحس إن أنا جاي مصر خير مش عشان أنقل خبرتي اللي اتعلمتها، لا، أنا جاي مصر خير عشان أتعلم، وعايز أقول كمان إن أنا عشان أتربى كمان مش أتعلم. الحقيقة يعني التلاحم مع المستفيدين اللي احنا في مصر الخير بنسميهم المستحقين، زي ما ربنا بيقول سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق لا في مرة كده ومرة كده. فدول احنا بنشتغل عندهم، يعني احنا في مصر الخير بنقول احنا خدام
الناس المستحقين في جميع انحاء مصر. الحقيقة احنا عندنا في مصر الخير برنامج اسمه الانجيجمنت بروجرام. انا بدعوكم كلكم، يعني وزارة التربية والتعليم منسوبيها، بدعو كل موظفي يونيليفر ان هم يشاركوا في الاكتيفيتيز بتاعتنا. احنا تقريبا في مصر الخير كل يوم عندنا حاجة بتحصل، كل يوم عندنا حاجة جديدة، بنفتتح مدرسة، بنفتتح مستشفى، بنسلم جهاز للعرايس اللي مش قادرة تتجوز، بنسلم رؤوس ماشية للناس اللي مش قادرة توفر حياة كريمة لأولادها. أنا بدعوكم كلكم أنكم تشاركوا في الأكتيفيتيز بتاعتنا، وبدعو لشراكة طويلة استراتيجية بين مصر الخير ويونيليفر وزارة التربية والتعليم. أنا بشكر يونيليفر على مشاركتها معنا، بشكر الوزارة، وزي ما حد قال قبل كده مصر مش هتنهض إلا بأهرماتها الثلاثة: الحكومة، القطاع الخاص، العمل المدني. بشكركم جميعا. الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السيد الأستاذ أشرف بكري العضو المنتدب لشركة يونيليفر، دكتور خالد فصيح الرئيس التنفيذي للتواصل وتنمية الموارد لمؤسسة مصر الخير، والممثل عن فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، السيدة الدكتورة نشوى أيوب رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، السيدات والسادة أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، السيدات والسادة أعضاء مجلس إدارة لايف بوي، السيدات والسادة من مختلف الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، الحضور الكريم، بداية أتشرف بأن أنقل لسيادتكم خالص التحية والتقدير من معالي الأستاذ الدكتور محب محمود كامل الرفعي وزير التربية والتعليم، مع تبليغ اعتذار سيادته عن الحضور لارتباطاته المسبقة. أما بعد، فإنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم تلبية للمبادرة الكريمة الموجهة من القائمين على مؤسسة مصر الخير، الذين أتقدم لهم بجزيل الشكر على مجهوداتهم العظيمة في تبني أهم القضايا التي تمس مجتمعنا، وهو الدور الذي نرجوه جميعا من جميع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من منطلق كونهم أحد أهم الشركاء الداعمين لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي. ويأتي إطلاق الحملة القومية للتوعية بأهمية غسل اليدين، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة عام 2008، في ظل الدراسات العلمية والطبية التي تثبت كل يوم أن غسل اليدين بالماء والصابون هو حائط صد منيع للوقاية من أغلب الأمراض كالدفتيريا والتيفود والكوليرا وكذلك الإيبولا وغيرها من الأمراض الخطيرة. إن وزارة التربية والتعليم تدعم بشكل قوي التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني في شتى مجالات التعليم، وقد ظهر هذا جلياً في دعم الحملة القومية للتوعية بأهمية غسل اليدين التي أطلقتها مؤسسة لايف بوي خلال العام السابق بمشاركة قرابة 10,000 طفل وطفلة من مدارس القاهرة، وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين، والتي تمت خلال العام السابق تحت رعاية كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات، وبمشاركة كل من هيئة التأمين الصحي ومؤسسة مصر الخير والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، خلال احتفالية أقيمت بمجمع مدارس الملك فهد النموذجي، كما قامت بالإعلان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة مصر الخير للمساهمة في تطوير المدارس ونشر التوعية بأهمية غسل اليدين في محافظات صعيد مصر. وبدون شك فإن الوزارة لديها رؤية قوية في مجال صحة الطلاب من خلال الاهتمام بمشروع غسل الأيدي
على اعتبار أن تدريب الطفل على ذلك وخلق ثقافة مجتمعية في هذا الأمر من شأنه الحفاظ على صحة أبنائنا طلاب المدارس، خاصة إذا ما علمنا أن غسل اليدين بالماء والصابون يعد أكثر الوسائل فاعلية بل والأقل كلفة للوقاية من العديد من أمراض الجهازين الهضمي والتنفسي بجميع أنواعها بما في ذلك الإنفلونزا والإسهال وأمراض الجلد والتهابات العين وما إلى غير ذلك. ولقد أولت وزارة التربية والتعليم اهتماما كبيرا بمجال التربية الصحية لدى أبناؤنا طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، حيث اهتمت الوزارة بتنفيذ مجموعة من النشاطات والخبرات من خلال المناهج الدراسية المختلفة التي تكسب أبناؤنا طلاب المدارس قدر من المعارف العلمية والعادات والسلوكيات الصحية السليمة، وذلك تحت إشراف السادة المعلمين داخل المدارس. كما تم إضافة مجال التربية الصحية الذي تم تضمينه داخل وثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية لتحقيق الأهداف التالية: نشر طرق الوقاية من الأمراض، تبسيط وتقديم المعلومات المرتبطة بالصحة، تعديل اتجاهات وسلوكيات الطلاب إلى السلوك الصحي السليم، التأكيد على مبدأ الوقاية خير من العلاج، تزويد رؤية الطلاب بطرق تساعدهم في الحفاظ على صحتهم. كما اهتمت الوزارة بتوجيه جزء كبير من النشاط المدرسي للطلاب إلى التركيز على مجال التربية الصحية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة بين الطلاب بمختلف مراحل التعليم تدعو إلى الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية. ومن منطلق الإيمان الكامل بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم ودورها في الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب داخل المدارس، فقد تم إصدار القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2014 بتشكيل لجنة للصحة بكل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية. لذا فإن احتفالياتنا اليوم تستهدف بشكل رئيسي ومحوري ليس فقط الاقتصار على الاهتمام بغسل الأيدي، بل تستهدف التوسع في نشر الوعي بالوقاية من الأمراض المعدية وتكوين اتجاهات وعادات صحية لدى النشء، وكذلك التوعية بالسلوكيات الصحية السليمة. الحضور الكريم، في نهاية كلمتي لا يسعني إلا أن أتقدم لمؤسسة مصر الخير وأعضاء مجلس إدارة شركة يونيليفر ولايف بوي بخالص الشكر والتقدير على هذه الدعوة الكريمة من جانب، وعلى هذا التنظيم الأكثر من رائع لهذه الاحتفالية من جانب آخر. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي مصرنا الغالية من كل الأخطار ويحفظ أبناؤنا من كل الأضرار، والله من وراء القصد وهو المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عماد على الكلمة الموجزة. ونرحب بالزميل العزيز المهندس أشرف بكري الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر مشرق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برحب طبعا بمنصة الكريمة، برحب حضرات كلكم، ومعلش اسمحوا لي نبتدي بسؤال: واحنا بنعمل ايه هنا النهارده؟ جايين نوقع بروتوكول ليه؟ ليه؟ معلش انا غلس ليه؟ شكرا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طب انا هبتدي بس من الجمله اللي دكتور خالد نهى بيها كلمته،
ان احنا اولا احنا بينا عامل مشترك مهم قوي، احنا كلنا مصريين، واعتقد ان كل واحد فينا بيحاول على قد ما يقدر في الحته اللي هو بيشتغل فيها انه يعمل حاجه عشان بلدنا تعدي المرحله اللي احنا فيها دي. تمام. دكتور خالد في اخر كلمته قال مصر لن تنهض الا باهرماتها الثلاثه. ايه هم اهرماتها الثلاثه؟ هم الحكومه ومؤسسات المدنيه والقطاع الخاص. كل واحد فينا ممكن يعمل حاجه لوحده، ممكن، لكن مش ممكن هيعرف يعمل حاجه لوحده كبيره كفايه ان هو يعمل تاثير وفرق غير لما يحط ايده في ايدين الشريكين التانيين، لان كل واحد فينا عنده ميزه وعنده حاجه بتحجم حجم التاثير بتاعه. تمام. احسن حاجه في الدنيا ممكن تحصل ان نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل مع بعض تجاه هدف واضح، فنعمل تاثير اكبر بكتير قوي من لو كل حد فينا عمل نفس المجهود ده لوحده. انا اسمحوا لي انا هطلع النهارده بره النقطه شويه، انا هطول بجد، مش زي ما دكتور خالد قال، دكتور خالد قال هيطول وبعدين تحكي علينا، انا هطول بجد شويه. انا النهارده عايز استغل الفرصه دي اقول لكم احنا بنحاول نعمل ايه في يونيليفر لسبب واحد بس، ليس للدعايه والاعلان، مستعد اقسم عليها. انا هقول لكم احنا بنعمل ايه في يونيليفر عشان كل واحد من اللي قاعدين من مكانه يفكر هو احنا ايه اللي ممكن نمسك ايدين بعض فيه في اي مجال من دول علشان نعمل تاثير اكبر في بلدنا فنقوم نتقدم اسرع. فاسمحوا لي، في مشروع احنا لسه ما اتكلمناش عليه، يمكن مش السلايد بتاعته مش موجوده، اسمه اراده. احمد فوزي اللي احنا بنتكلم عليه ده اتعرف على ناس وابتدى في موضه شهيره جدا اسمها تيلي سيلز، اللي هو المبيعات في التليفون. الصيدليات عامه الصيدلي ما عندوش وقت انه حد يخش له ويقعد يتكلم معاه ويعمل معاه صفقه بيع، فبيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا على التليفون. فمن هنا كانت الفكره ان الراجل اللي على التليفون انا مش محتاج اعرف اذا كان مبصر ولا كفيف. فاحنا عندنا النهارده 14 واحد مكفوف هم اللي شغالين في موضوع التيلي سيلز، هم اللي بيكلموا الصيدليات، بيتدربوا فتره بين يكلموا الصيدليات ويشوفوا الصيدلي عايز ايه ويبتدي ياخد الاوردر وينفذه على الكمبيوتر ويعمل الانبوت لغايه ما طلع سيلز اوردر عشان يتسلم. تمام. ده مجرد الحاجات اللي احنا شغالين في 11 مشروع بنحاول نوصل لهم، بنحاول نعملهم. تمام. الغرض الاساسي منهم كل الكلام ده ما اقدرش اقول ان هو لو ما عملناهوش النهارده يونيليفر مش هتشتغل، يونيليفر هتشتغل لان هو مش جزء اساسي من النشاط بتاعنا، لكن يونيليفر مش هتبقى ناجحه غير لو عملت الكلام ده. واللي برجوه من حضراتكم ان لو في اي حد من اللي قاعدين سواء في عمل رسمي او في عمل اجتماعي او في عمل شخصي او اي حاجه يقدر يطلع بفكره ان احنا ازاي نضم ايدينا في ايدين بعض الحاجات دي ناخدها ونكبر بيها اكتر من كده، اعتقد لو عملنا كده في حاجات كتير قوي مختلفه في نقط كتير هنعمل تاثير اكبر بكتير من كل حد بيحاول لوحده. اتفضل حضرتك. والله يا فندم احنا بنحاول ما بنسيبش فرصه ان احنا يعني نوصل الكلام ده لاي حد بغرض اساسي ان احنا مقتنع. احنا جربنا نشتغل لوحدنا، وجربنا نستغل جهاز البيع بتاعنا فاحنا نوصل، وجربنا لما حطينا ايدنا في ايد وزاره التعليم، وحطينا ايدنا في ايد وزاره الصحه، وحطينا ايدنا في ايد وزاره التموين، وحطينا ايدنا في ايد مؤسسه مصر الخير، شفنا الفرق. فهو الفرق لا يمكن لحد يتخيله. تمام. فكل غرضنا ان احنا نحاول مع بعض نعمل حاجه. طبعا احنا كنا سعداء جدا بفكره الميتنج النهارده، ومش عاوز احكي لكم قد ايه احنا يمكن في وزاره الصحه مهتمين بفكره السي اس ار وفكره تواصلنا كقطاع حكومي مع شركات القطاع الخاص على اساس يبقوا هم اور بزنس بارتنر في الحته دي بالذات. يمكن احنا عندنا مشاكل كتير جدا في وزاره الصحه ما بنحلهاش دلوقتي غير عن طريق السي اس ار. من ضمن الحاجات دي المهمه جدا ان احنا في تعاون وثيق مع سي اس ار مع البنوك ومع بعض الشركات. بس طبعا انا كنت منبهر جدا لما الاقي شركه عظيمه زي كده وبتعمل سي اس ار حقيقي، مش حاجه عشان تتصور ولا حد يتصور جنبها ويمشي، زي ما هو للاسف بنسبه كبيره جدا موجود في مصر دلوقتي اللي هم عايزين يحطوا اليافطه ويجروا. فكره اللي انا يبقى عندي سستينابيليتي وببص للمشروع على اللونج ران، دي حاجه فعلا احنا محتاجينها كقطاع حكومي. المشكله الاساسيه في القطاع الحكومي، وده يمكن انا بخاطب القطاع الخاص، ان اللي في القطاع الحكومي دلوقتي مش هيفكر في البيزنس بارتنر بتاعنا القطاع الخاص ويبص للسي اس ار دي حاجه مهمه، احنا مش هننجح. وحدي اكزامبل واضح هقول لكم عليه. احنا عندنا مستشفى اسمها مستشفى الحميات في العباسيه، دي على مساحه 40 فدان، لك ان تتخيلوا ان حد بيمتلك 40 فدان في ميدان العباسيه.
والمستشفى دي كل اللي فيها 120 سرير. وطبعا طبقا للقوانين والروتين والبيقراطيه اللي عندنا احنا ولا نقدر نبيع ولا نقدر نشتري ولا نقدر يبقى عندنا فكر خالص في القصه دي. جه البنك الاهلي تحديدا وتعاون معانا بالسي اس ار وهم اتبرعوا لنا ب 25 مليون جنيه وهنعمل مستشفى متخصصه في حميات الاطفال. بهدوء شديد جدا. الحاجه اللي انا عاوز اقولها وعاوز اشرحها ودي حاجه مهمه جدا للقطاع الحكومي، ان جنيه الحكومه طبقا للروتين بتاعنا والبيقراطيه اللي موجوده عندنا بيساوي 60 قرش، بس الجنيه القطاع الخاص بتاع سي اس ار بيساوي جنيه وربع، ما فيهوش روتين، ما فيهوش بيقراطيه، ما فيهوش كوربشن. فالجهه الحكوميه اللي بتتعاون مع القطاع الخاص في السي اس ار بتقدر تنجز وتعمل حاجات حقيقيه سريعه وعلى ارض الواقع. ومن الامثله الواضحه يمكن موجوده هنا هوت في الكتاب بتاع مصر الخير، مشروع احنا عملناه في مصر الخير ايام ما كنت في الجامعه قبل ما اروح الصحه، مشروع مساعدين التمريض، اللي احنا ناخد شباب صغير متخرج خريج دبلوم تجاره ودبلوم صنايع ومش لاقي شغل ونعمل له تحويل مسار بعد تدريب 6 أشهر ويجي يشتغل عندي في المستشفى مساعد تمريض. انتوا مش قادرين تتخيلوا مشكله التمريض في مصر، ان الولاد دول بيحلوا لنا مشكله عامله ازاي. اللي عمل الفكرة دي أساساً هي فكرة CSR، فكرة تشغيل وفكرة حل مشكلة. فأنا أسعيد قد إيه بالأفكار دي، ويمكن إحنا في وزارة الصحة بنرحب بمنتهى ترانسبيرنسي مع أي شركة عاوزة تعمل معنا بروجكت CSR وبنعلنها رسمي دايماً. إحنا بنفتخر في وزارة الصحة دلوقتي اللي إحنا مش عاوزين فلوس، إحنا عاوزين مشاريع إيجابية على الأرض، بلس حاجة تانية بنفتخر ان الحته دي احنا زيرو كوربشن فيها. متشكر جدا يا جماعه. شكرا. شاشة تشيلي اللي اه